relationship between our two countries has been بلدينا كانت إحدى القوى العظيمة للعدالة والسلم. وبالمناسبة أمي ولدت في اسكتلندا. الولايات المتحدة الأمريكية تجدد روابطها العميقة مع بريطانيا العسكرية والثقافية والسياسية و الروابط الأخرى، ونحن سندعم هذه العلاقة الخاصة. الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة مرارتان للازدهار وسيادة القانون، ولهذا الولايات المتحدة الأمريكية تحترم سيادة البريطانيين وحقهم في تقرير المصير. بريطانيا المستقلة والحرة هي نعمة للعالم، وعلاقاتنا هي علاقات صلبة. بريطانيا وأمريكا تتفهمان أن الحكومات يجب أن تستجيب للعمال للعامة، وأن الحكومات يجب أن تمثل مواطنيها. رئيسة الوزراء، نتطلع للعمل معكم عن كثب بينما نعزز من روابطنا في مجال السياسة الخارجية. هنالك أيام رائعة لشعبينا ولبلدينا. نيابة عن أمتنا، أشكرك لانضمامك إلينا هنا، إنه بالفعل شرف عظيم. شكرا لك. شكرا جزيلا فخامة الرئيس. وأريد أن أبدأ وأقول أنه طاب لي وجودي معكم اليوم، وشكرا لدعوتي بعد تنصيبك مباشرة على نحو عاجل. وأريد أن أهنئك لفوزك المبهر، وكما تقول إن الدعوة هي آية لصلابة وأهمية علاقتنا الخاصة التي تجمعنا. إن العلاقة هذه قائمة على الروابط الأسرية والمصالح المشتركة والروابط التاريخية، وإن أهمية هذه العلاقة مرتبط بالقول أن جلالة الملكة سوف تزور الولايات المتحدة الأمريكية في هذه السنة، والسيد الرئيس وافق على ذلك، وهذا طاب لي أيضا. هناك الكثير من وافقوا عليه. الرئيس تحدث عن السياسة الخارجية، نحن تحدثنا عن كيفية العمل عن كثب مع بعضنا البعض لكي نهزم داعش وأيديولوجية المتشددين الإسلاميين. إن أمتينا يشكلان رأسي حربة لمواجهة هذا التحدي، ونحن نحرز تقدما لأن داعش تخسر الأراضي وتخسر المقاتلين، ولكن يجب علينا أن نضعف عملنا. نحن تحدثنا عن هذا الأمر من خلال تعميق تبادل المعلومات، وأيضا تعزيز الفضاء السيبري، لأننا نعرف أننا لن نجتث داعش إلا إذا ما هزمنا الأيديولوجيا التي تقف خلف هذا التنظيم. سوف نتحدث عن سوريا وروسيا في المساء. أما بالنسبة للتعاون في المجال الدفاعي والأمني، نحن متحدون للإقرار بأن الناتو هو سد منيع، واليوم أعدنا التأكيد على التزامنا بالنيتو. أعتقد أن الرئيس قال أنه 100% يقف وراء النيتو، ولكننا تحدثنا أيضا عن أهمية استمرار النيتو في التأكيد على قتال الإرهاب وأيضا الحرب الإلكترونية. وأريد أن أشجع الأوروبيين لكي يلتزموا بإنفاق 2% من الناتج الإجمالي المحلي كل دولة على دفاعهم، لأننا إذا ما أردنا أن نستفيد بالفعل يتعين علينا أن نستثمر في منظومة الدفاع. وأخيرا، أنا والرئيس قد أتينا على ذكر التعاون الاقتصادي في المستقبل. التجارة بين البلدين هي بواقع أكثر من 150 مليار جنيه استرليني سنويا، وهنالك 1 تريليون دولار بالفعل استثمر في البلدين. إن العلاقة الدفاعية هي الأوسع والأعمق والأكثر تقدما بين بلدين، لأننا نشاطر الكثير من تفاصيلها. أنا والرئيس نريد أن نبني على هذه العلاقة لكي نعزز من اقتصادنا، ولكي نوفر رواتب مميزة للعمال في
المملكة المتحدة وفي الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك سوف نناقش كيفية تأسيس اتفاقية تجارة ونمهد الطريق لهذه الاتفاقية ونوفر أيضا تدابير عملية الآن لكي نمكن الشركات في البلدين لكي يتاجروا مع بعضهم البعض. وأنا مقتنع أن صفقة تجارية بين البلدين هي تصب في مصلحة البلدين، وهذا سوف يعزز من العلاقة الموجودة أصلا بينما نغادر الاتحاد الأوروبي ونتواصل مع العالم. إن مباحثاتنا اليوم هي تمثل لحظة فارقة ما تطلع للعمل مع السيد ترامب بينما نفي بوعودنا، الوعود المرتبطة بالازدهار والحرية لشعبينا. شكرا. شكرا جميعا. شكرا لك ستيف هولاند، تفضل. شكرا. سوف تتحدث غدا مع الرئيس الروسي، ما هي الرسالة التي ستوفرها له؟ هل اقتربت من رفع بعض العقوبات على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا؟ وما هو الشيء الذي تتوقعه من بوتين؟ سيدة مي، هل ترى أي تغير بشأن السياسة البريطانية والعقوبات؟ ستيف، سوف نرى ما سيجري بالنسبة للعقوبات. لن أتحدث عن العقوبات الآن، الوقت مبكر، ولكن نريد علاقة جيدة مع جميع الدول. ومثاليا ربما هذا لن يحصل مع الدول جميعها، مع الكثير من الدول لن يحصل، ولكن إذا ما استطعنا بالفعل أن نعزز العلاقة كما عززناها مع السيدة مي، وطبعا سوف نتحدث عن بعض الأمور المختلفة، وكان حديثنا بناء، ولكن العلاقة ستكون عظيمة مع الصين ومع روسيا. وإذا ما كانت هذه العلاقة عظيمة أنا سأناصر هذه العلاقة، ليست لدينا ضمانات، ولكن إذا ما استطعنا فإن هذا سيكون شيئا إيجابيا وليس سلبيا. بحسب المملكة المتحدة بالنسبة للعقوبات وروسيا وشروطها في أوكرانيا، كنا واضحين تماما، نحن نريد أن نرى اتفاقية مينسك تطبق بالكامل، واعتقد ان العقوبات يجب ان تستمر لغاية تطبيق اتفاقية مينسك، وسوف ننافح عن ذلك داخل الاتحاد الاوروبي ايضا. لورا، شكرا جزيلا رئيس الوزراء. لورا من البي بي سي نيوز، رئيسة الوزراء تحدثت عن مواطن التوافق، ولكن قلت أن هناك اختلافات، وقلت أنك ستكوني صريحة، أين هي مواطن الاختلاف مع السيد ترامب؟ وهل تعتقدي أن السيد ترامب أصغى إلى ما قلتيه؟ سيد الرئيس يقول أنا أصغيت تماما. سيد ترامب، سنرى ما تقوله رئيسة الوزراء. تحدثت عن روسيا ومدحت روسيا وقلت أنك ستحذر بعض المسلمين من الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقلت أنه يتعين العقاب أولئك الذين يجرون الإجهاض. الكثير من البريطانيين ينظرون إلى هذه البيانات بذعر. كيف ستتصدى لهذا لهذا النقد؟ طبعا هذا يمكن أن يكون سؤالا موجها لرئيسة الوزراء. بالنسبة للقضية التي ذكرتها، أريد أن أؤكد أنني أصغيت للرئيس والرئيس كان يصغي لي، وهذا هو بيت القصيد. كنا نتحدث عن الكثير من المواضيع وسوف نستمر في حديثنا بعد هذا المؤتمر الصحفي، سنتحدث عن بعض المواضيع أيضا وسيكون هناك بعض الاختلافات، ولكن النقطة المرتبطة بالعلاقة الخاصة التي تجمعنا أن استطعنا بالفعل أن نكون واضحين صراحة مع بعضنا البعض، استطعنا بالفعل أن نكون واضحين. ولكن أنا واضحة، هناك الكثير من الأمور التي تجمعنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك الكثير من الأمور التي تعتبر بالفعل مواطن التقاء. كما قلت في خطابي، نحن وصلنا إلى تعزيز العلاقة الخاصة أصلا التي ستصب في مصلحتنا، ليس في مصلحتنا فقط ولكن في مصلحة بقية أرجاء العالم. هناك جنرال عظيم وقد تقلد منصب وزير الدفاع، الجنرال جيمس ماتيس، وهو قال على الملأ
أنه لا يؤمن بالتعذيب بالضرورة ولا يؤمن بالإيهام بالغرق. وربما التعذيب المعزز، هذه الكلمتين اللتان تستخدم من قبل الصحفيين، أنا لا أتفق بالضرورة، ولكن أقول لك أنه سيفوض للقيام بهذه المهمة لأنه يحظى بالاحترام، وهو جنرال الجنرالات، وهو طبعا صدق عليهم في مجلس الشيوخ بسرعة، وهذا ليس سهلا في هذه البلاد، لذلك سأعتمد عليه وأفوض له هذه المهمة. وأشعر أن هذا سوف يعترض سبيله بعد المشاكل، ولكننا سنفوز بوجود التعذيب أو بعدمه. أما بالنسبة لبوتين وروسيا، أنا لا أقول هذا جيد أو هذا قبيح، أو أنا لا مبال، أقول أنني لا أعرف هذا الرجل، وأعتقد أنه من الممكن أن نوطد العلاقة مع روسيا. سوف نرى ما سيحصل، سأمثل الشعب الأمريكي بطريقة مقحمة صلبة. وإذا كانت لدينا علاقات عظيمة مع روسيا ومع بلدان أخرى، وإذا ما استطعنا أن نتعقب تنظيم الدولة معا، ويجب أن نوقف تنظيم الدولة لأنه شر، أعتقد أن هذا سيكون جيدا وليس سيئا. كيف ستتكشف العلاقة لا نستطيع أن أقول لك الآن. اعتقدت في السابق أنه كان يتعين علي ربما أن أصدق هذا الشخص أو ذاك، ولكن الصداقة كانت تتعثر والعكس صحيح. وبالتالي تيريزا، نحن لا نعرف كيف ستكشف الأمور في المستقبل، لكن أقول لك أنني سأمثل الشعب الأمريكي بصلابة. جون روبرتس من فوكس نيوز. سيد رئيس الوزراء، بحسب فهمي لقد أجريت اتصال مع إنريكي بينيا نيتو الرئيس المكسيكي، هل من إيضاحات بشأن هذه العلاقة؟ وماذا تقول لناقديك أولئك الذين يقولون أن علاقتك مهترئة أو متزعزعة مع حليفكم المكسيكي؟ رئيسة الوزراء، هل أنت قلقة بشأن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك؟ أعتقد أن رئيسة الوزراء لديها الكثير من الأمور التي تقلق بشأنها بخلاف العلاقة الأمريكية المكسيكية، ولكن أقول أن اتصالي الهاتفي كان جيدا جدا. أنا أحترم المكسيك وأنا أحب الشعب المكسيكي، وأنا عملت وأعمل مع المكسيكيين دائما وأبدا، علاقات مميزة. ولكن كما تعرفون المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك قد انتصرت علينا من خلال اتفاقيات سابقة، بدونا وكأننا حمقى. هناك 60 مليار دولار قيمة العجز في العلاقة التجارية مع المكسيك، وأنا لن أقوم بهذا ولن أسبح بهذا، وسيد كيلي سوف يقوم بكل ما بوسعه، وهو طبعا مسؤول الأمن الداخلي. وأعتقد أن علاقتنا جيدة، أنا والرئيس المكسيكي علاقتنا جيدة، وقد تحدث بالفعل لتقريبا ساعة، وسوف نعمل بشأن توطيد العلاقة لكي تكون منصفة. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستمر في فقدان شركاتها وملايين وملايين الناس الذين يفقدون وظائفهم، هذا لن يحصل إبان فترة حكمي. لن نكون البلد الذي يتخبط، سوف نعيد التفاوض بشأن اتفاقية التجارة مع المكسيك وجوانب أخرى من علاقتنا مع المكسيك، وفي نهاية المطاف سوف يكون هذا جيدا للبلدين. ولكن الاتصال كان جيدا، طبعا يمكنك أن تسمع ذلك ويؤكد على ذلك الرئيس المكسيكي والمكسيكيون أيضا، لأنه يمثلهم على نحو حسن. وأتطلع خلال الشهر القادم، أتطلع لنبدأ المفاوضات، ولكنني أنا أمثل الشعب الأمريكي وأنا سأمثلهم كما ينبغي وليس كما مثلوا في السابق، حيث خسرنا في علاقاتنا مع جميع الدول. كما قال الرئيس، إن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع المكسيك هي شأن أمريكي مكسيكي. توم،
هل لك أن تساعدنا بشأن اتفاقية التجارة مع المملكة المتحدة؟ وقلت أنك ستناصر الناتو، ولكن كيف يمكن لرئيس الوزراء البريطاني أن يصدقك لأنك تغير من كلامك؟ الناس طبعا منذهلين. أنت طبعا ابنة خوري وابنة رجل ديني، ولكنك أنت رجل يعنى بالبزنس، كيف ستتوائمان فيما بينكم؟ أقول لك أنني سأتوائم مع السيدة رئيسة الوزراء، أنا أحب الشعب، وأعتقد أن تيريزا تحب العامة وتحب الشعب. أنا بطبيعة الحال انطباعي كان مميزا مع تيريزا، وأعتقد أن العلاقة ستكون مذهلة. بالنسبة لبريكزيت فإنني لا أغير كلامي كثيرا. إذا ما نظرت إلى موقفي بشأن التجارة لم يتغير. عندما كنت شابا كنت أتحدث عن سرقتنا من قبل بقية أرجاء العالم. يجب علينا أن نغير معادلة التجارة، ولكننا سنتحدث مع قم بشأن البريكزيت، خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. أنا كنت في تومبري وكنت أقص شريطا لافتتاح شركة هناك، ملعب غولف. عندما حصل البريكزيت، حصل الاستفتاء، قلت، أو كان ذلك قبل يوم من الاستفتاء، وقلت أن البريكزيت سوف تحصل، وازدريت من قبل الصحافة. قلت أن هذا سيحصل، المملكة المتحدة تريد أن غادرة الاتحاد الأوروبي، وهذا سوف يحصل، لأن البريطانيين يريدون أن يمسكوا زمام أمورهم. ويا للعجب، حصل ذلك بعد يوم. وكما تعرفون الناس لم يؤمنوا أن ذلك كان سيحصل. أعتقد أن خروجكم من الاتحاد الأوروبي شيء عظيم، شيء جيد، لأنكم ستشذبون هويتكم كبريطانيين، وسوف تقدمون الأكل الذين تريدون، وسوف تمسكون بزمام الأمور. كان لدي طبعا تجربة سيئة عندما كنت في بلد آخر. الحصول على موافقات من بلد دون آخر شيء ناجع، أما الحصول على مصادقة من المجموعة، أعني بذلك الاتحاد الأوروبي، كان صعبا جدا. أعتقد أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي شيء مذهل، شيء رائع، وفي نهاية المطاف سوف يكون شيئا مميزا، سيكون إيجابيا وليس سلبيا. بالنسبة لسؤالك توم، أعتقد كما قال السيد الرئيس، بالفعل علاقتنا جيدة وانطباعنا كان مميزا، ولكن ما هي مواطن التوافق بيننا؟ أعتقد أن إحدى المواطن هذه مرتبطة بتعزيز الطبقة العاملة والمنافحة عنها، أولئك الذين يبذلون الجهد والعرق وفي بعض الأحيان يهمشون. تلك الطبقة سوف ننافع عنها لكي نتأكد من اقتصادنا ونتأكد من حكومتنا لكي تبلي بلاء حسنا ويستظل بظلها الجميع. أعتقد أن هذا هو موطن اتفاق. شكرا جزيلا لكم جميعا. I was hoping he was going to be yellow.